أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الصحافة في أسبوع من القدس دوت كوم. في كل حلقة نناقش أبرز الملفات التي تناولتها الصحافة المحلية والدولية خلال أسبوع، ولعل أبرز ملفات هذا الأسبوع هو الملف السوري، خصوصا بعد الاقتراح الروسي الذي ينص على وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي. ومن هذه الملفات أيضا جمود المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع تواصل الاستيطان والاعتداءات في الضفة والقدس. لمناقشة هذه الملفات معي من غزة الخبير في العلاقات الدولية الدكتور علاء أبو عامر. دكتور علاء، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم. يعني دكتور، بداية، هل برأيك نجح الاقتراح الروسي بإزاحة غيمة الحرب عن سوريا؟ على ما يبدو أن ذلك قد حدث، لأنه هناك ترحيب أوروبي وترحيب حتى أمريكي، ولو أنه يعني حذر بالمقترح الروسي الذي نعتقد، وكما يعني سربت المصادر الروسية، أنه قد تم التفاهم عليه بين الرئيسين بوتين وأوباما في على هامش قمة العشرين. وهذا مخرج لأوباما، لأن أوباما في واقع الأمر لم يكن يرغب في الحرب، ولكن يبدو أن هناك من ورطه في هذا الموضوع. أعتقد أن المقترح الروسي هو مقترح مشرف للجميع، وهو منقذ للوضع، وعلى ما أعتقد أنه سينتهي برزمة صفقات تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، كما يعني تشير المصادر الروسية حتى الآن. ما هي هذه الصفقات دكتور؟ لها علاقة بالملف النووي الإيراني، لها علاقة بالملف العراقي، ولها علاقة ربما بالملف الفلسطيني أيضا. فرنسا دكتور علاء يعني تضع يد قوية في هذه الحرب، تريد الاشتراك في هذه الحرب بشكل قوي. كيف ترى أهداف فرنسا في هذه الحرب على سوريا؟ واضح أن هناك ضغوطات على فرنسا، ضغوطات هي ضغوطات من بعض الدول العربية الخليجية، السعودية وقطر بالدرجة الأولى. وكما تعلم فرنسا هي كانت صاحبة الانتداب على سوريا، فهي تعتقد أن لها كلمة هامة في هذا المجال كونها تملك علاقات تاريخية مع هذا الموضوع. ولكن أعتقد أن الفرنسيين ليسوا جادين في دخول حرب حاليا، لأنه انقسام في داخل الحكومة الفرنسية، حتى في يعني كما حصل في موضوع مالي وأيضا في موضوع سوريا. ولكن إذا دخلت أمريكا الحرب فإن فرنسا ستدخل ولو بمشاركة رمزية. دعنا نتحول إلى ملف آخر، وفيما يتعلق بالمفاوضات، تصريحات في القيادة الفلسطينية بأن فرص السلام معدومة. برأيك لماذا تصر القيادة على الاستمرار في التفاوض بالرغم أن هنالك أيضا معارضة شعبية للمفاوضات؟ هناك ضغوطات أمريكية من إدارة أوباما وضغوطات عربية أيضا، لأن تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في هذا الوقت الذي تشهد به المنطقة يعني أصوات طبول الحرب، هناك يجب تهدئة الملف الفلسطيني، لأن الملف الفلسطيني هو مفتاح باقي الملفات. فعندما تظهر إلى الرأي العام العربي والغربي أن هناك تحرك على الملف الفلسطيني، فهذا يعني أن أمريكا ليست عدوانية ولا تعمل ضد مصلحة العرب، بل هي تعمل على خطين متوازيين، وهناك مبررات لاصطفاف الرأي العام العربي خلف هذه الضربة، أو ألا يشعل العالم العربي والشارع العربي نتيجة هذه الضربة، بما أن الأمريكان يتعاملون بعدل بهذا المعنى. ربما هذا الموضوع لن ينطلع على الشارع العربي ولن ينطلع على الشارع الفلسطيني أيضا، لأننا رأينا أن السلطة الفلسطينية ذاتها ومنظمة التحرير الفلسطينية ذات سيرت مظاهرات تقف إلى جانب سوريا ضد العدوان، وتقف إلى جانب مصر ضد التدخل في سياستها. طب دكتور علاء، سؤالي الأخير، السيناريوهات القادمة في حال تعثرت العملية السلمية ولم نحصل على أي نتيجة من المفاوضات؟ واضح أننا قادمين على انتفاضة ثالثة، ربما هي تأخرت نتيجة حرص الرئيس أبو مازن على إنجاح المفاوضات، لأنه يؤمن بأن الطريق المفاوضات هو الحل اللي ربما الأفضل والأقل تكلفة لشعبنا. ولكن على ما يبدو أن الأوضاع تتجه بهذا الطريق، حيث لم يبقى للفلسطيني خيار إلا أن يعود إلى النضال، والنضال بكافة أشكاله، وربما نشهد تحركات على عدة أصعدة نسمع بيانات عنها. هذا ضيق الأفق الذي حصل للقضية الفلسطينية أو للمفاوضات لابد أن يجر وراءه انفجار، وانفجار ربما يكون عنيف.
طب دكتور علاء، أنت قلت أننا نحن مقبلون على انتفاضة ثالثة، ما هي المدة الزمنية لبدء هذه الانتفاضة برأيك؟ هذا ربما متعلق بما سيحدث سوريا وأمريكيا على الجبهة السورية وما يحدث في مصر. نحن دائما نتأثر بالإقليم، أوضاع الإقليم تؤثر فينا ونؤثر فيها، ولكن في هذه المرحلة يبدو أن الإقليم هو الذي سيؤثر فينا. ربما أي حرب قادمة إن حصلت عربية إسرائيلية، أقصد حزب الله سوريا في رد على أي عدوان قادم، سيؤدي في المقابل إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. نحن شاهدنا ماذا حصل بالضفة الغربية عندما اعتدت إسرائيل على غزة. أعتقد أن أي حرب قادمة على سوريا ستفجر الوضع في الضفة الغربية وفي غزة وفي 48 كنوع من التضامن وكتعبير عن ما تمر به فلسطين من أزمة. نعم دكتور علاء، أشكرك جزيل الشكر. الخبير في العلاقات الدولية دكتور علاء أبو عامر، كنت معنا من غزة. شرفنا. نتحول بكم إلى فقرتنا الأخيرة، القدس قبل 20 عاما. مرحبا بكم من جديد، وإلى أبرز ما كتبته صحيفة القدس قبل 20 عاما. اليوم تعلن منظمة التحرير وإسرائيل الاعتراف المتبادل بينهما، عودة 181 مبعدا فلسطينيا من مرج الزهور، استجوابهم في معسكرات اعتقال داخل إسرائيل. الفصائل الفلسطينية المعارضة تنوي تصعيد حملتها لإفشال اتفاق المنظمة وإسرائيل. عرفات ورابين يشاركان غدا في مراسم توقيع الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في البيت الأبيض. كلينتون يعلن استئناف الحوار الأمريكي الفلسطيني. نقرأ أيضا، واشنطن تسعى لتجنيد أموال أوروبية وخليجية للضفة والقطاع. وأخيرا، إسرائيل تعهدت للمنظمة بتجميد الاستيطان. ختام حلقة اليوم من برنامج الصحافة في أسبوع هذه، تحياتي بصير شتية وتحيات طاقم العمل، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل.